السلام عليكم وأهلا بكم، شكرا لكم على وفائكم لبرنامج بنا الملعب، موعدكم المفضل مع الرياضة على قناة الجزيرة للأطفال. سنهتم اليوم بالرياضة المائية التي تمارس على شواطئ كل أنحاء العالم وتغذي الناس بمشاعر جميلة. سنبدأ مع الكايت سيرف، إنها رياضة مذهلة تجمع بين الإبحار والتزلج. كما سنذهب إلى قطر لنلتقي محترفين في الجيتسكي، هذه الرياضة التي تمارس للتسلية ولخوض المنافسة أيضاً. ولكننا سنذهب الآن إلى جنوب فرنسا على سواحل البحر الأبيض المتوسط لنلتقي مختصين في الكايت سيرف، وهي رياضة تزلج ظهرت في التسعينات وما فتئت تحقق نجاحاً متواصلاً. لنشاهد معاً. الكيت سيرف رياضة تمزج بين الكيت وهي الطائرة الورقية والسيرف وهو لوح ركوب الأمواج. أما اللوح الذي نستعمله فقد أعد خصيصاً لهذه الرياضة وله جزء أمامي وخلفي، وأعد ليواجه كل الظروف ويتحرك بسهولة في كل الاتجاهات. نشأت هذه الرياضة في الولايات المتحدة الأمريكية على شواطئ جزر هاواي، وبعد سنتين وصلت إلى فرنسا بفضل الرياضيين بيرتون ومينو، ثم أخذت تنتشر في أوروبا. كي نصبح محترفين في هذه الرياضة ونصل إلى المستوى العالمي، علينا أن نتدرب عدة ساعات في الأسبوع على مدار السنة، ونسافر كثيراً إلى بلدان مثل فنزويلا وهاواي والبرازيل، ونشارك في منافسات وبطولات عالمية. تسند النقاط في المنافسات بالنظر إلى جمال الحركة وصعوبتها ومدى ارتفاعها عن سطح البحر وتنوع اللوحات الاستعراضية. تكمن قوة فيكتور في دماثة أخلاقه وانفتاحه على الآخرين، فالجميع يحبونه وهو هادئ الطباع، كما أنه قوي البنية وذو لياقة بدنية عالية. أسعى إلى أن أزوده بالنصيحة وأدعوه إلى التروي، فأنا أكبر منه سناً، وأعمل دائماً على أن أقدم له النصائح لأنه يتهور أحياناً ويعرض نفسه للمخاطر. وفيكتور ذو خبرة لا بأس بها، اكتسبها بفضل مشاركاته في المخيمات التدريبية والبطولات المحلية والدولية. بدأت أمارس هذه الرياضة عندما كان عمري 14 عاماً، وأصبحت مولعاً بها، وبعد سنتين شاركت في أول مسابقة عالمية، وهكذا كانت انطلاقتي. منذ طفولتي كنت مولعاً بالرياضات المائية وبالشاطئ والهواء الطلق، لذلك أعجبتني الكايت سيرف عندما اكتشفتها. الكايت سيرف رياضة مذهلة لمحبي القفزات الاستعراضية، كما أنها لا تعتمد على قوة الأمواج. عندما تكون الرياح قوية بإمكاننا أن نقفز عالياً، مما يجعلنا نشعر وكأننا نطير. إني أهوى هذه الرياضة حقاً، أشعر بالحرية عندما أمارس الكايت سيرف مهما كانت حالة الجو. ففي الصيف نستمتع بأشعة الشمس وجمال الشاطئ والهواء العليل، أما في الشتاء فنحلق عالياً بمساعدة الأمواج والرياح.
نذهب الآن إلى قطر لنكتشف رياضة مائية أخرى تشهد رواجاً وإقبالاً في العالم بأسره، وخاصة في البلدان العربية. إنها الجتسكي التي يمارسها أغلب الناس في الإجازة للتسلية، وهي رياضة منافسات محترفة ومذهلة أيضاً. لنذهب إذن إلى الدوحة في قطر لنلتقي مختصين في الجتسكي. أول شيء لازم تحاسب حق الناس اللي حوالينك في البحر. لما تدخل الكورس تدخل بهدوء عشان تتمرن، ما يكون في حد داش عليك بسرعة ويدعمك. سلامتك أهم شيء. تأكد من مستوى البترول، مستوى الزيت في الدراجة، إن ما فيها أي مشاكل، الدراجة ما يدخل فيها ماي، وتكون بحالة جيدة جداً. رياضة الجت سكي رياضة عالمية فيها قوانين كثيرة، وكل دولة تتبع أنظمة معينة. المتسابق لازم يكون عنده المركبة البحرية أو الجتسكي مسجلة فيها كل شروط السلامة، لازم يكون لابس معدات السلامة كاملة، يخضع للفحص الطبي قبل ما يدخل السباق، ويكون ملم بالقوانين والقواعد البحرية. هي رياضة ممتعة، الواحد ممكن يمارسها من أي مكان في قطر، من الشاليه، من أي ساحل مسموح فيه ممارسة رياضة الجتسكي، وبعدين يتطور إلى مرحلة المتسابق، ومن بعد مرحلة المتسابق يبدأ تنمي هوايات عنده، بحيث إنه يشارك فئات الزوارق السريعة اللي هي تبتدي من فورمولا 2 وأنت والفورمولا 1. في عندنا الإكس كات، بليجر بوت، برو بوت، والأوفشور بوت. انت على اساس انك تطور في اداء الدراجه وتوصل لسرعات عاليه، يعني حيكون معظم الشغل 50% وتقدر تقول 70% حتشتغل داخل الانجن، ناحيه كمبيوتر، اي سي يو، انجكترات، سوبر تشارج، بحكم ان هاي الدراجه يعني هي مزوده بجهاز السوبر. في عدة شغلات يعني تكمل بعضها، فإذا حطيت أنت هذه الشغلات توصل لسرعات عالية. بالنسبة للفئات، فهناك فئة الستوك كلاس وفئة السوبر ستوك، هي الفئات الحالية الموجودة في دولة قطر، وإن شاء الله ابتداء من هذا الموسم راح يكون فئة النوفس كلاس اللي هم المبتدئين اللي ما خاضوا تجربة من قبل. أبوي راعي بحر وولدت على بحر، والجت سكي من يوم ما يعني نزلت عندنا في دولة قطر حبيتها، وحبيت طريقة استخدامها وممارستها، وهواية يعني الهواية الجت سكي بصفة عامة يعني هواية صراحة ممتازة. كل شيء يخص الجت سكي ممتع، إثارة، أكشن، إلى آخره. وفي الختام سنكتشف معا رياضة مائية أخرى أقدم، إنها رياضة التزلج على الماء. موضوع فقرة لقطة لهذا الأسبوع من برنامج من الملعب.
ويتمثل التزلج على الماء في سحب المتزلج على الماء بمساعدة قارب ذي محرك، ويمكن أن نمارسه بزلاجة واحدة أو اثنتين أكبر من الزلاجة المستخدمة في الجليد حتى نتمكن من التزلج على الماء. وفي المنافسة 3 اختبارات. فالسباق الأول هو سباق التعرج سلالوم، الذي يتطلب من اللاعب أن يدور حول العوامات بينما يتبع القارب خطاً مستقيماً. والسباق الثاني يتطلب القيام بأكبر عدد من الحيل الممكنة والمناورات في 20 ثانية. أما السباق الأخير فهو القفز، ويتم فيه سحب المتزلج بسرعة تفوق 50 كم/ساعة على منصة عائمة. لقد نجح بعض المحترفين وقفزوا قفزة تجاوزت 70 متراً. حان الآن موعد أخبار الأسبوع الرياضية. انتهت حلقة اليوم. لا تنسوا أنه يمكنكم تزويدنا بصور إنجازاتكم الرياضية وأشرطة الفيديو التي سجلتموها أثناء مشاركاتكم في المسابقات والمباريات عبر موقع قناة الجزيرة للأطفال jcctv.net. نلقاكم في حلقة جديدة. إلى اللقاء.